اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، فإنا ندعوك الله وندعوك الرحمن، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على الحق، وأن تحكم بيننا وبين خصومنا بالحق، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، وفقنا لما تحبه وترضاه، انصرنا على أهل الظلم، انصرنا على أهل الظلم، طهر بلادنا من أهل الظلم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. هؤلاء عبادك مظلومون يا أرحم الراحمين، فانصرهم وأيدهم، اللهم انصرهم وأيدهم ووفقهم وثبتهم. اللهم أرنا ذلك اليوم الذي نرفع فيه راية النصر بإذن الله، اللهم أرنا ذلك اليوم الذي يدحر فيه أهل الظلم ويبعد فيه أهل الظلم وتطهر فيه البلاد من أهل الظلم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.